وقت أصبح للأماكن الجغرافية مدلولات سياسية، ذهب هو للبحث عن ناشر لكتابه في بيروت عقب انتهاء الحرب الأهلية بسنتين آتيا من مصر، فهل جاء في الوقت المناسب؟ عند القول عقب انتهاء الحرب هذا لا يعني استقرار الوضع، فرسميا انتهت الحرب عام 1977 بسيطرة قوات الردع العربية التي تتألف غالبيتها من قوات سورية، لكن الاشتباكات لم تتوقف. وإذا كانت بين الجانبين متعاكسين فهي تركزت في الآونة الأخيرة بين القوى المختلفة لكل منهما بصورة تعيد إلى الأذهان صراع عصابات شيكاغو في العشرينيات والثلاثينيات والمعارك الدموية بين عائلات المافيا. ومما لا يخفى على أحد تعدد الأطراف المشاركة في الحرب الأهلية اللبنانية إضافة إلى تعدد الضحايا. من اشتباكات المرابطين مع الحزب القومي إلى نزاعات بين ميليشيا الكتائب المارونية أو الجبهة اللبنانية كما تسمي نفسها، والتي تتألف من بيير جميل وشمعون وفرنجية، فضلا عن شرب القسيس وإتين صقر الذي دفع بكامل شمعون قائد ميليشيا النمور المارونية إلى الاشتراك في المجلس العسكري للقوة اللبنانية مقابل حصوله على نصيب من أرباح ميناء دبية. ومن الجهة الغربية تدور معارك مماثلة بين القوات العديدة التي تتألف منها الجبهة المضادة التي تسمى أحيانا بالإسلامية وأحيانا أخرى بالوطنية وأحيانا ثالثة بالتقدمية وأحيانا رابعة باليسارية. وبالإضافة إلى المنظمات الفلسطينية التي يرتبط بعضها ببلاد عربية متناحرة مثل العراق وسوريا أو السعودية وليبيا، فإن هذه الجبهة تتألف من أحزاب ناصرية يتوزع ولاؤها بين العراق وسوريا وليبيا وتنظيمين بعثيين يتبع أحدهما العراق بينما يسير الآخر خلف القيادة السورية، وآخرين شيوعيين يرفعان راية ماركس ولينين، وحزب اشتراكي يعبر عن الأجنحة الليبرالية في طائفة الدروز، وجماعات إسلامية متفرقة يمثل بعضها الزعامات التقليدية لطائفتي السنة والشيعة، هي زعامات شبه إقطاعية تربطها خيوط وثيقة بالأنظمة الملكية في العالم العربي، بينما يمثل البعض الآخر زعامات جديدة لهاتين الطائفتين يحظى بعضها بمساندة الخميني ويحظى البعض الآخر بدعم القذافي دون نسيان الاعتداءات الإسرائيلية التي لم تتوقف. وأضحى من السهل جدا أن تنشب صراعات بين هذه الجماعات المتباينة، فإن أي شجار تافه على الطريق قد يؤدي إلى اشتباك واسع النطاق، فبحكم التفكير العشائري ستهب تلك الجماعات التي يتبع لها الفرد بلغة المسدس. أسلوب تهكمي متألم واضح برز في هذا الكتاب، تحدث عن سخرية الحروب وبؤسها والإعلام اللامنطقي. هناك على الأقل 7 إذاعات لبنانية تبث الآن وحتى 10 مساء، واحدة للكتائب وأخرى لسليمان فرنجية، وثالثة تشرف عليها الكنائس الأمريكية وتنطق باسم دويلة سعد حداد في الجنوب، ثم 4 ناصرية تذيع أغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ والشيخ إمام ويديرها المرابطون، هذا فضلا عن الإذاعة الرسمية. جاءنا صوت فيروز فسألته عن هوية الإذاعة فقال: كل الإذاعات تذيع أغاني فيروز رغم أنها مارونية، إضافة إلى هستيريا الأخبار. بغياب التركيز على الوجه الحضاري والثقافي كتزوير الكتب مثلا والوجه الأهم الشعب، أناس كثر قد تضرروا إذ أنهم في البلد حقا تأثروا برياحه وتلونوا بدمائه وانتشلوا من جذوره ولم يرتدوا الأقنعة السياسية. هل عدنان مرتبط بجهة معينة؟ الإجابة صعبة، فقد مضى العهد الذي كان الواحد يرتبط فيه بجهة محددة، الكل الآن ينوعون ارتباطاتهم تحسبا للمفاجآت، ستمشي في الشوارع منتظرا الموت متوجسا من إخطاء الحياة لك، الأسطح، السيارات، كل ما حولك ملغوم. خلال تأخر إجراءات نشر كتابه التقى بالمخرجة انطوانيت فاخوري عن طريق صديقه وديع في الاستوديو التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية ليبتدأ عرض فيلم لم ينتهي بعد بعنوان كبير: ماذا يحدث للبنان؟
وقد خرج لاحقا من الاستوديو محملا بمجلدات تضم تاريخا كاملا. ما شأنه بكل هذا؟ وعما يتحدث الفيلم؟ ماذا تخبئ تلك المجلدات في سطورها؟ وما دور لمياء في حياته؟ هل كانت ألحان الرحباني ألحانه حقا؟ ستدور المافيولا ويكتمل العرض. لبنان، واحة الحرية وفيروز تنادي، زوروني كل سنة مرة، حرام تنسوني بالمرة. ملصقات كازينو لبنان يقدم كل مساء أفخر المازات وأطيب المأكولات الشرقية استعدادا تاما لتلبية كافة الطلبات. جانب من صحيفة يومية، جريمة برج حمود، عنوان لبنان أرض التسامح، إعلان أمعاء الخروف هي أكل الكلاب المفضل وقد أعددناها لكم بعدة طرق تلائم الأمزجة المتنوعة، وعنوان آخر ياسر عرفات أو أبو عمار زعيم منظمة فتح، كبرى المنظمات التي تتكون منها منظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام للمنظمة الأخيرة والقائد العام لقوات الثورة الفلسطينية كما يلقب في النشرات الرسمية، والختيار أي العجوز كما يناديه أعوانه. ياسر عرفات في حديث إلى الصحفيين: لا نطلب إلا أن يؤمن ظهرنا ولا يساوم بنا أو علينا. تتبع خصورة لفيروز وعاصي الرحباني في القاهرة عام 1955. عنوان: طوال الحرب الأهلية كان القتال يتوقف تماما في الساعة 7 من مساء كل يوم ليستمع كل اللبنانيين إلى برنامج زياد الرحبان ابن فيروز من الإذاعة اللبنانية وصوت زياد بعضنا طيبين، فيلم أمريكي طويل ثم ماذا حدث للبنان؟ عناوين وعناوين جميعها مقدمة لفيلم وفصوله تتوالى وتتوالى، ليأتي أحد الفصول بذكر ضحايا لا أعداد، لكل منهم اسم وحياة، أهل وأحباب، وليس أرقاما تذكر على شريط الأخبار العاجل. ينتهون من تدقيق الفيلم ويخرجون إلى حفل في مسرح الجامعة الأمريكية في بيروت، فبالرغم من كل شيء ما زالت الحفلات قائمة وتنفجر الدموع والبراكين عند سماع